لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. عنوان حديثنا اليوم بإذن الله تعالى هو عزاء المحرومين من الحج. عزاء المحرومين من الحج. أسأل الله تعالى أن ييسر الحج والعمرة لكل مسلم. نريد من ذلك تصبير المؤمنين الذين حبسهم العذر عن السعي إلى بيت الله عز وجل والحج في هذا العام. فنحن نعيش أشهر البركات التي قال الله سبحانه وتعالى عنها: الحج أشهر معلومات. وتقبل علينا بعد أيام قليلة أيام الخيرات التي قال الله عز وجل عنها: ليذكر اسم الله في أيام معلومات. وفي مثل هذه الأيام تقبل الحجيج من كل مكان من أرض الله عز وجل، قاصدين بيت الله سبحانه وتعالى، ملبين الدعوة التي انطلقت في فجر التاريخ: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق، ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات. فتجيء وفود الحجيج من كل مكان من أرض الله عز وجل قاصدين البقاع المقدسة الطاهرة، يشدون بالنداء الحبيب، الحبيب إلى قلوبنا جميعا. فيتردد هذا النداء في هذه الأيام في أرض الله سبحانه وتعالى للقاصدين بيت الله عز وجل: لبيك اللهم لبيك. لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. تقصد الوفود من كل مكان بيت الله عز وجل لإتمام ركن الدين الخامس. ولكن عباد الله، على الجانب الآخر هناك من حبسهم العذر ولم يكونوا مع السائرين إلى بيت الله عز وجل في هذا العام. حبسهم عذر عدم الاستطاعة، سواء كان ذلك بالعذر الصحي من المرض ونحوه، أو بالعذر المادي من عدم وفرة المال الذي يبلغهم بيت الله سبحانه وتعالى. فحبسهم العذر، فنقول للفريقين، فنقول للفريق الأول الذين وفقوا ويسر الله عز وجل لهم ووفقهم إلى السعي إلى بيته، نقول لهم: هنيئا لكم، هنيئا لكم. أن بلغتم بيت الله عز وجل وكنتم مع الحجيج ملبين نداء الله سبحانه وتعالى، هنيئا لكم أنكم صرتم الوفد في هذا العام الذي يجدد العهد مع الله عز وجل على إقامة الفريضة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الحجاج والعمار وفد الله دعاهم فأجابوه. فهنيئا لكم إجابتكم نداء الله عز وجل، وتقبل الله عز وجل منا ومنكم. ونقول للفريق الآخر الذين حرموا
بعجز عدم الاستطاعة نقول لهم: أثابكم الله عز وجل في مصابكم، ويسر الله عز وجل لكم الحج إلى بيته في مقبل زمانكم. ونقول كذلك لهم: إن كنتم حرمتم من الحج في هذا العام فقد جعل الله عز وجل لكم العزاء الذي يعوضكم عن الحرمان من الحج في هذا العام، وعزاؤكم بباب من رحمة الله عز وجل ببابين من أبواب رحمته. أما الأول فهو النية الصالحة، وأما الثاني فهو اغتنام موسم العشر الأول من ذي الحجة. وهذا هو موضوع حديثنا: عزاء المحرومين من الحج في هذا العام. عزاؤكم هذين البابين العظيمين، فأما الأول كما أشرنا فهو النية الصالحة، حج القلوب. عزاؤكم أن تحجوا هذا العام بقلوبكم، فإن كنتم حرمتم أن تكونوا مع الحجيج بأجسامكم فكونوا بقلوبكم تنالون وتبلغون أجرهم وفضلهم من الله عز وجل. أي والله إن من صدق الله عز وجل في نيته أن لو تيسر له سبب السعي إلى بيت الله عز وجل أجر أجر الحجيج المحرمين الآن هناك، أجر أجرهم وكان معهم في كل شيء. ألم تسمعوا قول النبي صلى الله عليه وسلم وهو راجع من غزوة تبوك، تلك الغزوة التي تخلف فيها أو تخلف عن الخروج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بعض المسلمين الذين ما ملكوا الاستطاعة، كانوا مرضى وما قدروا على الخروج معه في هذه الغزوة وعجزوا بسبب المرض وكانوا يتمنون الخروج معه. ومنهم من كان يبكي بكاء حارا شديدا يوم خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى تبوك، وكانوا عاجزين عن الخروج معه لعدم الاستطاعة. فلما كان النبي صلى الله عليه وسلم في طريق الرجوع من تبوك جعل يقول في أصحابه: إنكم خلفتم بالمدينة أقواما ما سرتم مسيرا ولا نزلتم واديا ولا شعبا إلا كانوا معكم شاركوكم الأجر. في بعض الروايات قالوا: كيف ذلك يا رسول الله وهم بالمدينة؟ قال: حبسهم العذر، أي أنهم ينالون من الأجر ما تنالون. أنتم تمشون في الوديان وتسعون في الشعاب وتأتون إلى لقاء العدو، هم معكم في كل حركة وسكنة. بماذا عباد الله؟ بقلوبهم، بنياتهم الصالحة، بلغوا أجر المجاهدين. وهذا مصداقه قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنكم خلفتم بالمدينة أقواما ما سرتم مسيرا ولا نزلتم واديا ولا شعبا إلا كانوا معكم شاركوكم الأجر حبسهم العذر. أنت وأنت في بيتك هنا وأنت في بلدك هنا تنال أجر المحرمين الذين خرجوا إلى هذه البقاع المقدسة وقد تكبدوا النفقات العظيمة والجهد الكبير في مناسك الحج. أنت وأنت في بيتك وبلدك وعلى فراشك تنال أجرهم؟ الجواب نعم. ألم تسمعوا قول النبي صلى الله عليه وسلم: من سأل الله الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء ولو مات على فراشه.
إن المريض الذي رأى المجاهدين يخرجون كانت نفسه تحدثه بالجهاد ونيته صادقة، هل لو لم يمنعه المرض لكان معهم، له أجر المجاهدين. كذلك عباد الله، أنت إن صدقت الله في نيتك أن لو كانت لك القدرة لكنت معهم، أن لو كانت لك القدرة المادية لبذلت ذلك لله وخرجت معهم، أجرت على فقرك هذا وعلى عدم استطاعتك وأنت في بلدك وأنت في فراشك، أجرت أجر المحرمين الساعين في البقاع المقدسة. وما أحسن قول هذا الشاعر الرقيق الذي لما خرج وفد الحج إلى أرض الله المقدسة وكان هو من بين المودعين لهم وقد حبسه العذر، عذر عدم القدرة على السعي معهم، فجعل يقول لهم هذه المعاني التي نذكرها في أبيات جميلة، فجعل يقول: يا سائرين إلى البيت العتيق، لقد سرتم جسوما وسرنا نحن أرواحا، إنا قمنا على عذر، ومن أقام على عذر كان كمن راح. فنياتكم الصالحة وصدقكم في النية يا من حرمتم الحج في هذا العام تبلغكم الأجر مع الحجيج الذين سعوا إلى بيت الله عز وجل. فاصدق الله عز وجل في نيتك أن لو ملكت القدرة لكنت معهم تنال أجر الحجيج. فهذا حج القلوب عباد الله. وأما الباب الثاني الذي جعله الله سبحانه وتعالى عزاء للمحرومين من الحج في هذا العام، فهو اغتنام موسم أيام العشر الأول من ذي الحجة، هذا الموسم الذي جعله الله عز وجل سلوى لقلوب المحرومين من الحج ينافسون به الحجيج في حجهم. هذا الموسم العظيم الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله عز وجل من هذه الأيام، يعني العشر الأول من ذي الحجة. قالوا: ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله ولم يرجع من ذلك بشيء. انظروا إلى فضل هذا الموسم الكبير العظيم الذي جعله الله عز وجل رحمة للمؤمنين وسلوى للمحرومين من الحج أن يعمروا هذا الموسم العظيم. تلك الأيام الأول من شهر ذي الحجة أحب أيام الله عز وجل فيها العمل الصالح، أفضل أيام الله عز وجل على الإطلاق، أفضل أيام الدنيا هذه الأيام التي تقبل علينا بعد أيام قليلة. إحياؤها بالعمل الصالح أحب إلى الله عز وجل ولو من الجهاد، ولو من الجهاد، أي نعم، ولو من الجهاد. الجهاد الذي لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عنه قال: لا تستطيعونه. فألحوا قال: لا تستطيعونه. لما قالوا: يا رسول الله، ما يعدل الجهاد؟ قال: لا تستطيعونه، أي لا تقدرون على أن تأتوا بشيء يعدل الجهاد. فقالوا: ما يعدل الجهاد؟ قال الراوي: فعادوا عليه ثلاثا يلحون. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هل يستطيع الواحد منكم إذا خرج المجاهد أن يقوم
فلا يفطر، وأن يصوم فلا يفطر. هل يستطيع الواحد منكم ذلك؟ لا يستطيع، لا أحد يستطيع ذلك. المجاهد إذا خرج للجهاد فيخرج عادة، ولا سيما في الزمن القديم، نحو الشهر والشهرين وربما أكثر. فهل تستطيع أنت أن تقوم الليل كله لا تفطر، لا ترتاح من القيام، ثم إذا كان النهار تصوم ولا تفطر يوما واحدا تقطع به الصيام حتى يعود المجاهد، أي شهرا أو شهرين أو ثلاثة تواصل الصيام والقيام؟ ما أحد يستطيع ذلك. ولذلك قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: ألم أقل لكم لا تستطيعونه؟ ومع ذلك عباد الله، فهذا الجهاد الذي هذا فضله، يقول لنا النبي صلى الله عليه وسلم أن العمل الصالح في أيام العشر أفضل من الجهاد. وهنا يأتي السؤال الذي لا بد منه: لماذا كان موسم العشر أفضل من الجهاد في سبيل الله عز وجل؟ ففي الجملة عباد الله، الجهاد من أعظم أعمال الإسلام، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال عنه: ذروة سنام الإسلام. ومع ذلك أيام العشر أفضل؟ أي نعم. لماذا كانت أيام العشر وموسم العشر الأول من ذي الحجة الذي يقبل علينا بعد أيام قليلة، لعل أول أيامه تكون يوم الاثنين القادم إن شاء الله، لماذا كان هذا الموسم أفضل من الجهاد في سبيل الله؟ فهذا يجاب عليه عباد الله من وجوه هي فضائل موسم العشر. أما الوجه الأول، فالعشر هي جامعة أصول العبادات، أي أن الدين الإسلامي له أصول عظيمة في العبادات، وهي الأصول العملية من أركان الدين، وهي الصلاة والزكاة والحج والصيام. لا تجتمع هذه الأصول الأربعة العملية إلا في هذه الأيام العشر المقبلة، ما تأتي أبدا إلا في هذه العشر. يعني المسلم يستطيع أن يصلي، بل الصلاة مفروضة في سائر العام، يستطيع أن يصوم وقت ما شاء، يستطيع أن يزكي وقت ما شاء، أما أن يحج فليس هناك حج إلا في هذه الأيام. ولذلك كما يقول العلماء، فالظاهر من ذلك لاجتماع أصول أمهات العبادات في هذه العشر. فالمسلم في هذه العشر يصلي ويصوم ويزكي ويحج، ولذلك فضلت كل أيام الدنيا. أيام العشر من وجه آخر هي الأيام المعلومات التي ذكرها الله عز وجل في كتابه، وقال عنها: ليذكروا اسم الله في أيام معلومات. والمعلومات أي المعروفات، وهذا فيه إشارة إلى عظيم قدرها ورفعة شأنها، فهي أيام معروفات عند الله عز وجل. الأيام العشر عباد الله هي الأيام التي أقسم الله عز وجل بلياليها، كما قال تعالى: والفجر وليال عشر. قال ابن عباس رضي الله عنه وغيره من المفسرين، قال: هي ليالي الأيام العشر الأول من ذي الحجة، ليالي الأيام العشر الأول من ذي الحجة. وعلماء الإسلام يفاضلون بين أيام العشر الأول من ذي الحجة وأيام العشر الأواخر من رمضان، وليالي العشر الأواخر كذلك وليالي العشر الأوائل. وجملة ذلك وخلاصتهم أن ليالي العشر الأواخر من رمضان أفضل من ليالي العشر الأول من ذي الحجة، وأيام العشر الأول من ذي الحجة أفضل من أيام العشر الأواخر من رمضان.
فهي خير أيام الدنيا، أيام العشر، هذا الموسم الذي يقبل علينا بعد أيام قليلة بإذن الله تعالى. ومن وجوه تفضيلها كذلك وعلو شأنها أن الله سبحانه وتعالى جعل فيها أعظم يوم في أيام الله عز وجل، إنه يوم النحر، يوم العيد الأكبر. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أعظم الأيام عند الله عز وجل يوم النحر ثم يوم القر. فأعظم يوم عند الله موجود في هذه الأيام العشر، وهو يوم العاشر. وكذلك عباد الله، من وجوه تفضيل هذه الأيام العشر وموسم العشر أن فيها يوم عرفة، يوم عرفة الذي هو يوم الحج الأكبر عند طائفة من العلماء، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: الحج عرفة، فهو الركن الركين في الحج يوم عرفة عباد الله، الذي هو أعظم أيام رحمة الله عز وجل في الأرض. فإن النبي صلى الله عليه وسلم يخبرنا بذلك فيقول: ما من يوم من الأيام يعتق الله عز وجل فيه عبدا من النار أكثر من يوم عرفة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وجاء في بعض الآثار أن الشيطان يكون في هذا اليوم أدحر ويقول: أغويهم طول العام وتغفر لهم في يوم واحد. فالله عز وجل في هذا اليوم يتنزل عشية عرفة على عباده ويقول لملائكته مباهيا بهم: يا عبادي، يا ملائكتي، انظروا إلى عبادي، أتوني شعثا غبرا ضاحين، ما يريد هؤلاء؟ وفي بعض الأخبار والروايات: أشهدكم أني قد غفرت لهم. وفي بعض الروايات: أفيضوا عباد الله مغفورا لكم. ولم يحرمك الله سبحانه وتعالى، يا من لم تكن مع الحجيج، من فضل هذا اليوم. فجعل الله عز وجل فضلا لنا إذا حرمنا من الحج، وهو صيام هذا اليوم. فصيام يوم عرفة لغير الحجيج يكفر سنتين، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: صوم يوم عرفة يكفر السنة الماضية والسنة المقبلة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. بقي عباد الله أن نتعرف على آكد الأعمال التي ينبغي أن نحيي بها هذا الموسم العظيم، موسم العشر، اللي هو المنزل الحج. ونلخص ذلك في أربعة أعمال. فأما الأول فهو الإكثار من التكبير والتحميد والتهليل في هذه الأيام. تكثر أيها المسلم وأنت في عملك، وظيفتك، وأنت في بيتك، وأنت في المواصلات، وأنت في أي مكان، أحيوا سنة النبي صلى الله عليه وسلم هذه. أكثروا من التكبير والتهليل والتحميد في هذه الأيام، فإنه كما في رواية الإمام أحمد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله عز وجل من هذه الأيام، يعني أيام العشر، فأكثروا فيهن من التكبير والتحميد والتهليل. وكان ابن عمر وأبو هريرة رضوان الله عليهما إذا أقبلت هذه العشر يخرجان إلى الأسواق، ما يريدون شراء شيء، يخرجان إلى الأسواق فيكبران، فيكبر الناس بتكبيرهم. يخرجون إلى الأسواق لإحياء هذه السنة. يمشي ابن عمر أو أبو هريرة في السوق ويكبر: الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. فيسمع الناس ذلك فيكبرون. فأحيوا سنة النبي صلى الله عليه وسلم في بيوتكم، في وظائفكم، في أعمالكم، في كل مكان، أحيوا هذه السنة.
ومن الأعمال الآكدة في هذه الأيام العشر كذلك عباد الله الصيام. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم هذه الأيام التسع، فأما العاشر فهو يوم النحر يوم العيد. فكما جاء في الحديث عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم التسع الأول من ذي الحجة ويوم عاشوراء وثلاثة أيام من كل شهر. فهذا صوم متأكد كما قال الإمام النووي رحمه الله، فإنه يستحب استحبابا شديدا صيام العشر. ومن الأعمال كذلك عباد الله الآكدة في هذه الأيام موسم العشر الأيام المقبلة بإذن الله تعالى عموم الأعمال الصالحة، لا نعدها كل واحد وحده، عموم الأعمال الصالحة من كثرة الصلاة والصيام وكثرة الصلاة والصدقة والذكر وقراءة القرآن والمكث في المساجد والبر والدعوة إلى الله عز وجل وغير ذلك من وجوه العمل الصالح. أكثروا من الصدقات، أكثروا من المكث في المساجد، أكثروا من الأعمال الصالحة في هذه العشر. امكثوا في المساجد فترات طويلة في هذه العشر، فكل ذلك من الأعمال الصالحة التي تدخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله عز وجل من هذه الأيام. آخر ذلك عباد الله التضحية والتشبه بالحجيج، فمن كان له القدرة على التضحية فليفعل. هذه سنة أبيكم إبراهيم وسنة نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم، فقد قال الله سبحانه وتعالى في ذلك فصل لربك وانحر، وقال الله في أصلها وفديناه بذبح عظيم. ولذلك كان من فضل الله كذلك على المضحين أن جعلهم كذلك يتشبهون بالمحرمين في شيء من الأشياء، وهو عدم الأخذ من الشعر والأظفار ونحو ذلك. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخلت العشر أي الأول من ذي الحجة وأراد أحدكم أن يضحي فلا يأخذ شيئا من شعره ولا بشرته، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فهذه أيام العشر تقبل علينا عباد الله بعد أيام قليلة، اغتنموها وأقيموا فيها سنة نبيكم صلى الله عليه وسلم، واغتنموا موسم الرحمات الذي هو موسم العشر، فإنها أعظم أيام الله عز وجل. قال فيها نبيكم صلى الله عليه وسلم ما من أيام العمل الصالح أحب إلى الله عز وجل فيها من هذه الأيام، يعني العشر الأول من ذي الحجة التي تقبل علينا بعد أيام قليلة. قالوا يا رسول الله ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال ولا الجهاد في سبيل الله. فعمروا هذه الأيام بطاعة الله سبحانه وتعالى. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.